أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لنحو 400 ألف حصة غذائية وبتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الاهم. المصر اهو ابن البلد، دي مصر بالنسبه له. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بالمعاونه في توفير السلع الاساسيه للمواطنين باسعار مناسبه تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لعدد 400 ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية. كرتونة حلوة فعلا وتستاهل، يعني 125 مش فلوس دلوقتي، وفيها حاجات فعلا مفيدة. احنا بنشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه طبعا، والبلد كلها معترفة ان هم فعلا انجزوا في حاجات كتير قوي، والحاجة فعلا مفيدة ونظيفة. احسن كتير ياما ياما، احسن من الاغلال اللي بره، الناس اللي مولعه فينا بره. اشكر قوات المسلحة اللي هي بتعمل كده مع الشعب، من كبير فيها للصغير فيها. القوات المسلحه اللي حامين المصريه والشرطه. اسعارها هاديه وفيها حاجات تزيد عن المبلغ اللي هم بيدوها لنا بيه. ممتازه ممتازه والله، الاسعار جميله جميله عن بره كتير كتير والله. لا الاسعار كويسه جدا هنا عن بره، بره غاليه قوي الاسعار، هنا كويسه. يعني انا ال 125 جنيه ما يجيبوليش حتى ازازه زيت. يعني انا بجيب مكرونه وزيت وسكر فيها وكل حاجه. حلوة قوي يعني. نشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه يا رب ويخليه لنا وينصره على اعدائه يا رب. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سان مول بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري. واستمرارا لحملة بلدك معك التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة، تضمنت عدد 17 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 14,247 حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة. أنا جيت النهاردة قطعت التذكرة وكشفت مخ وحصار، الدكتور جاب لنا أحلى مجابلة وعامل لنا أحلى معاملة. ربنا يخلي السادة الرئيس اللي جاب لنا الناس الكويسة المحترمة دي لخدمة الشعب كله، مش خدمة واحد ولا اثنين، لخدمة الشعب لأي كان بيجي بياخد راحته وبيكشف وبياخد علاج، وبسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يدوم الخدمة دي للشعب كله. كله متوفر، كشوفات، نظارات، كل شيء موجود الحمد لله، إفادة كاملة لبلدنا. شكرا، وحملة بلدك معاك، وربنا يبارك لكم ويكفيكم شر المرض ويجعلكم مستورين. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات.